السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك على هذه الدعوة، وليست هذه بأول مرة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياهم ومن يسمع على ما يحب ربنا ويرضى. إن حديثنا في هذه الليلة كما ذكر أخونا الدكتور فرحان حفظه الله تبارك وتعالى عن خليفة الراشد. وقبل أن أقول إن حديثنا عن خليفة الراشد، أقول إن حديثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حديثنا عن أناس قال الله تبارك وتعالى فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حديثنا عن قوم قال الله تبارك وتعالى فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. حديثنا عن أناس قال الله تبارك وتعالى فيهم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. حديثنا عن قوم قال الله تبارك وتعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى. حديثنا عن قوم قال الله تبارك وتعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حديثنا عن هؤلاء القوم، عن رجل من هؤلاء القوم، عن رجل ترتيبه الثالث في هذه المجموعة الطيبة المباركة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: ما كنا نعدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتكلم فيهم. حديثنا عن الثالث، عن رجل ترتيبه الثالث في خلق الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء والمرسلين. بهذا وأمثاله تطيب المجالس بذكر هذا الرجل وأمثاله، نسعد ونحن نذكر مآثرهم وأخبارهم وأحوالهم. في هذا وأمثاله يحق لنا أن نقول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن حديثنا عن رجل هو الأول والآخر الذي تزوج بنتي نبي، لم يسبقه أحد بهذا الفضل
ولن يلحقه أحد بهذا الفضل، لا يعرف على وجه الأرض. رجل تشرف بالزواج من بنتي نبي غير هذا الرجل، ولذلك كان يلقب بذي النورين. أما النور الأول فهي رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفاها الله تبارك وتعالى زوجه النبي النور الثاني وهي أم كلثوم، فلقب بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. إن صاحبنا الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أصحابه يوم القيامة، إن صاحبنا هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس. وعبد شمس هو الأخ التوأم لهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الشقيق بل التوأم لهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وجدة عثمان البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلاقته مع النبي وطيدة جدا، وابن عمه وجدته عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتشرف بالزواج من بنتي النبي رقية وأم كلثوم. اشتهر بأبي عبد الله وبأبي عمرو، كانت قريش تحبه كثيرا، حتى إنه يقال للرجل فيهم أحبك الرحمن حب قريش لعثمان، كان محبوبا عند قريش وهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين، ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. أسلم على يد أبي بكر الصديق، وكان من المسلمين الأوائل الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أول من هاجر بأهله في سبيل الله تبارك وتعالى هو عثمان بن عفان، هاجر برقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، وظل في الحبشة فترة من الزمن، حتى أشيع أن أهل مكة أسلموا جميعا، وذلك بعد نزول سورة النجم وقول الله تبارك وتعالى لهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد كل أهل مكة مؤمنهم وكافرهم، أما المؤمنون فطاعة لأمر الله تبارك وتعالى، وأما الكافرون فأخذتهم روعة الآيات وعظمتها، فلم يملكوا إلا أن يستجيبوا للأمر حالا، حتى قال ابن مسعود فسجد الإنس والجن. فظن البعض أن أهل مكة جميعا دخلوا في الإسلام لأنهم سجدوا لله تبارك وتعالى، وما علم هذا الذي ظن هذا الظن أن هذا السجود إنما كان لروعة القرآن التي أذهبت عقولهم. فوصل الخبر إلى أهل الحبشة المهاجرين، ومنهم عثمان والسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم، ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغهم الخبر رجعوا إلى مكة، وإذا الخبر غير صحيح، غير صحيح، ولم يسلم أهل مكة، وما زال الأذى وما زال العذاب. فرجع أكثرهم إلى الحبشة مرة ثانية، ورجع معهم آخرون من الذين دخلوا في الإسلام
بعد فترة، ومنهم من بقي في مكة، ومنهم عثمان ورقية بنت النبي وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص بقوا في مكة ولم يهاجروا مرة ثانية. سنتناول حياة هذا الرجل بذكر فضله أولا وبيان مكانته في هذه الأمة أو الذي ينبغي أن يكون له. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنه يوما: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله أكبر، من منا لا يتمنى أن يكون هذا الرجل؟ تصوروا، تستحي منه الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر هذا الخلق الرفيع عند عثمان فيقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فركله النبي برجله وقال: اثبت، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذه شهادة من أصدق الخلق وأعلم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: عليك أيها الجبل الآن نبي وهو محمد، وصديق وهو أبو بكر، وشهيدان وهما عمر وعثمان. هذا يخبر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام لما كانوا في المدينة، وكانت بئر في المدينة يقال لها بئر روما، يملكها يهودي، وعرض بيعها بسعر مكلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله خيرا منها في الجنة؟ ما أن سمع عثمان بهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بادر إلى شرائها وقال: هي في سبيل الله. رجل يخطط للجنة، أمله الجنة، حاجته الجنة، يبذل أمواله في سبيل الله ولا يريد إلا الجنة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى، والله ليرضينه ربنا، وقد أرضاه سبحانه وتعالى. ولما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وسمي بجيش العسرة لقلة ذات اليد والحاجة الشديدة، لما أراد الذهاب إلى تبوك صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان وأتى بمال كثير فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه جهز جيش العسرة كاملا، وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى استبشر وضحك صلوات ربي وسلامه عليه، وتغير وجهه كأنه فلقة نور، وصار يقلب هذا المال ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قالها مرتين صلوات ربي وسلامه عليه. وخرج يوما صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل حائطا في المدينة، فقال أبو موسى: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فلا يدخل عليه أحد إلا بإذنه. فقدر الله أن أول من أتى أبو بكر الصديق، فاستأذن، قال: حتى يأذن لك رسول الله.
فقال أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبتلى المرء على قدر دينه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. بشره بالجنة على بلوى تصيبه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، وذلك في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وظنت قريش أنه جاء يقاتل، وهو إنما خرج لأداء عمرة صلوات ربي وسلامه عليه. فصارت ترسل الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تعرف ماذا يريد. فأرسلت عروة بن مسعود وسهيل بن عمرو زعيم الأحابيش يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي من يفاوضهم، فأرسل عثمان بن عفان. فدخل عثمان مكة فقالوا له ماذا تريد؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم، وإنه يريد العمرة، يعتمر ثم يرجع فقط، لا يريد قتالا. قالوا أما والله لا يفعلها، ولكن إن شئت أنت فطف في البيت. وهو كله شوق إلى هذا البيت الذي غادره منذ 6 سنين مع رسول الكرامة والعزة صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا إن شئت أنت فطف، وهو يرى الكعبة أمام عينيه، فيقول لا والله ما كنت لأفعل ذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يشاع بعد أن حبسته قريش ومنعته من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأخر أشيع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فجمع النبي أصحابه وكانوا بين 1400 و1500، فقال بايعوني. قالوا نبايعك على الموت، وقال آخرون بايعناه على ألا نفر. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند أهل السير أن هذه البيعة إنما تمت لأجل الانتقام لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. بايعوا النبي بيعة الرضوان، وأحب الله هذه البيعة ورضي عن هذا الفعل، فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصافحونه في البيعة، فصافحه 1400 أو 1500 على الموت أو على أن لا يفروا. فلما قضوا بيعتهم رفع يده وقال وهذه لعثمان، ثم بايع لعثمان صلوات ربي وسلامه عليه. يقول هذه بيعة عثمان لثقته به فيما لو لم يكن مات فإنه سيبايع كما بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكرم النبي هذا الرجل كثيرا، فزوجه ابنته رقية، ولما خرج إلى بدر صلوات ربي وسلامه عليه أذن لعثمان ألا يخرج معهم، وطلب منه أن يبقى مع رقية لأنها كانت مريضة. وقدر الله تبارك وتعالى أنه مع عودة النبي من بدر توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليها النبي وحزن عليها عثمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى هذا الرجل لشدة محبته له، فزوجه أختها أم كلثوم، فتزوج أم كلثوم
بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضرب له النبي بسهم في بدر، اعتبره ممن شارك لأنه كان حريصا على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي طلب منه أن يبقى في المدينة مع ابنته. ولم يتخلف عثمان أبدا عن أي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إلا بدر وأخذ سهمها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الوقت كما ذكر أخونا فرحان حفظ الله تبارك وتعالى يضيق عن ذكر كل ما نريد ذكره في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا وعليكم، ولكن لا يعني هذا أن نترك الأمر كله، نذكر ما تيسر من ذلك. عثمان رضي الله عنه تميز بقضية مهمة، وذلك إبان خلافته التي سنتكلم على وصول هذه الخلافة لعثمان رضي الله عنه، قضية جمع القرآن. اليوم لو سألت أي أحد ما اسم هذا المصحف لقال الناس جميعا إنه المصحف العثماني، ينسب هذا المصحف إلى عثمان بن عفان، فلا يقال إلا المصحف العثماني والرسم العثماني إلى اليوم، وذلك لما قام به هذا الرجل من عمل جليل في جمع الناس على هذا القرآن الكريم. جاءه حذيفة بن اليمان بعد غزو أرمينيا فقال له أدرك أمة محمد يكادون يقتتلون على القرآن، فقام عثمان وجمع القرآن، كلف 4-3 من أصحاب النبي وأحد ورابع من التابعين ورابعا من التابعين زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص، كلف هؤلاء 4 أن يقوموا بجمع القرآن الكريم، فجمع القرآن ثم نسخ منه 6 نسخ وجعل نسخة في مكة ونسخة في البصرة ونسخة إلى الكوفة ونسخة إلى مصر ونسخة إلى الشام، وقيل جعل أيضا نسخة إلى اليمن، وجعل النسخة الأخيرة عنده وسميت بالمصحف الإمام الذي كان عند عثمان في المدينة، يقال له المصحف الإمام. وخمدت الفتنة بعد أن كادت تستعر، هناك من شكك في فعل عثمان وطعن فيه، وجاء من يدافع عن عثمان كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما أحرقها إلا عن ملأ منا جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع، اتفقنا على هذا الأمر أن يحرق المصاحف، والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل. يدافع علي عن عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل العظيم الذي جمع فيه الأمة بعد أن كانت أكادت تفترق بسبب اختلافها في القرآن الكريم. هذه مسألة يطول شرحها، لكن القصد أن عثمان رضي الله من أفضل الأعمال التي قام بها أن جمع الناس على المصحف الواحد هذا الذي إلى اليوم ترفل الأمة بهذا المصحف. عثمان بن عفان تميز بأنه أول من حمل الناس على البحر. كان معاوية في الشام والشام على البحر، فكان يطلب من عمر أثناء خلافته أن يأذن له بغزو البحر، وكان عمر يمتنع، فلما أصر معاوية وأكثر على عمر نشر الإسلام عن طريق البحر أن نغزو البلاد كما غزوناها في البر، فلما أكثر عليه استشار عمر عمرو بن العاص فقال له يا عمرو خذت البحر، لأنه ذهب إلى الحبشة، قال خذت البحر؟ قال نعم، قال صف لي البحر، صف البحر لي.
فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إني رأيت خلقا كبيرا، يعني هذا البحر مخلوق كبير، يقول يا أمير المؤمنين: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، ليس إلا السماء والماء، إن ركد فرق القلوب، وإن تحرك أزاغ العقول، هم فيه كدود على عود، إن مال غرق، وإن نجا برق، أي تحير فيه. فقال عمر الخطاب: والله لا أحمل عليه مسلما أبدا. هذا الوصف لهذا البحر، والله لا أحمل عليه مسلما أبدا. وامتنع عمر من ذلك حتى توفي عمر رضي الله عنه، وآلت الخلافة إلى عثمان، فأصر معاوية على غزو البحر، وجاء لعثمان وقال له: نغزو البحر، نغزو قبرص، وننشر دين الله تبارك وتعالى. فلما أكثر على عثمان قال له عثمان: بشرط واحد، أنا أوافق بشرط واحد. قال: وما؟ قال: أن تركب أنت معه ومعك زوجتك، إذا ركبت أنت وزوجتك معك أنا آذن، أما أن تخاطر بالمسلمين وأنت جالس في الشام لا. قال: نعم أركب أنا وزوجتي. قال: إن كان كذلك فنعم، ولا تجبر الناس، ولكن خيرهم، من أراد فليخرج ومن امتنع فليبقى. وكان الفتح عن طريق البحر، وانتشر دين الله تبارك وتعالى، وفتحت إفريقيا كلها في عهد عثمان رضي الله عنه عن طريق البحر. عثمان بن عفان وصلت إليه الخلافة بعد طعن عمر، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، طعن عمر فقالوا: استخلف، يقولون لعمر، قال: إن أستخلف فقد استخلف من كان خيرا مني، وإن أترك فقد ترك من كان خيرا مني، ولكن أترك الأمر في ستة قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، يعني أنتم تختارون واحدا من هذا الست، أو هم يختارون واحدا منهم. فسمى عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، قال: هؤلاء الستة مات رسول الله وهو عنهم راض، لا يعني أنه مات عن غيرهم وهو غير راض، ولكن هؤلاء كانوا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق أهل العلم تقريبا على أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة، وهؤلاء الستة من العشرة، وسابعهم أبو عبيدة وكان قد توفي في خلافة عمر، وثامنهم عمر وهو الذي قد طعن، وتاسعهم أبو بكر وكان قد توفي، وعاشرهم سعيد بن زيد، وإنما أخرجه عمر لقرابته لأنه ابن عمه وزوج أخته، فأخرجه ولم يدخله في المجموعة، وأبقى هؤلاء الستة من العشرة المبشرين في الجنة، قال: يختارون منهم واحدا. ولن أطيل عليكم، اجتمع الستة، فقال سعد بن أبي وقاص: أنا أرشح عبد الرحمن بن عوف، وقال طلحة بن عبيد الله: أنا أرشح عثمان بن عفان، وقال الزبير بن العوام: أنا أرشح علي بن أبي طالب. فانسحب ثلاثة وهم سعد وطلحة والزبير، لا يريدون الخلافة، وكل أعطى صوته لواحد. فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنا لا أريدها. بقيت لعثمان وعلي. ثم قال عبد الرحمن بن عوف: أعطوني ثلاثة أيام أنظر في أمري، لأنه إذا رشح عثمان صار عثمان الخليفة، وإذا رشح علي صار علي الخليفة. فبقي ثلاثة أيام لا ينام تقريبا، يعني ما شبع من نوم، حتى كان في اليوم الثالث في ليلته طرق الباب في آخر الليل في السحر قبل الفجر بساعة أو قريب من ذلك، على المسور بن مخرمة ابن عمه وابن خالته في الوقت نفسه، فطرق عليه الباب، فقالوا له: نائم. قال: أيقظوه. فأيقظوه فخرج إليه: ما لك؟ قال: نائم. قال: نعم.
قال منذ 3 أيام ما شبعت من نوم، لأنه يحمل همًا من يختار لأمة الإسلام. فجلس معه يناقشه ويحادثه حتى طلع عليهم الفجر. فلما طلع الفجر وصلى الناس الفجر قام عبد الرحمن عوف قال والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار فما رأيت أحدا يعدل بعثمان أحدا، كلهم يريدون عثمان. وإذاك يقول أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني، يقول هؤلاء الثلاثة من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني الذي يقول علي أفضل من عثمان كأنه يقول هؤلاء كلهم لا يفهمون. الذين قال عنهم عبد الرحمن عوف ما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا. فقام عبد الرحمن عوف وبايع عثمان بن عفان على الخلافة، ثم قام علي وبايعه، وسعد بايعه، وطلحة والزبير وجميع المسلمين، ولا تعلم بيعة تمت بالإجماع كبيعة عثمان، لم يخالف فيها أحد أبدا، وهي أطول مدة خلافة في الخلافة الراشدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، سماها خلافة نبوة صلى الله عليه وسلم، قال خلافة النبوة 30 سنة، وسماهم الخلفاء الراشدين صلوات ربي وسلامه عليه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هكذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومدة خلافة عثمان 12 سنة، عمر 10 وعلي 4 أشهر وأبو بكر 2 أشهر، أما عثمان ف12 سنة حكم المسلمين وفتحت البلاد وانتشر الخير، حتى قال الحسن البصري ما كان يمر على الناس يوم إلا وينادي مناد يا عباد الله أقبلوا إلى أعطياتكم، خذوا خذوا من أعطياتكم. فوجد الناس السعة والراحة والنعيمة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لضيق الوقت نعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. النبي لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، كما قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله يطلع نبيه على بعض غيبه فيخبره أنه سيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا من أمور الغيب. نحن الآن نعلم بعض أمور الغيب مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي، نحن الآن نعلمها وإن كانت لم تقع بعد بإخبار النبي لنا صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلمها ويعلم غيرها مما لا نعلمه بإخبار الله له سبحانه وتعالى. فمن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله مما أخبره الله أنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه، وكانت هذه البلوى في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث مل كثير من العرب خلافة قريش واستثقلوها، وطمع آخرون في دين الله تبارك وتعالى حيث إنهم عجزوا عن أن يواجهوه بالسيف وجها لوجه، فصاروا يدعون دخولهم في الإسلام ثم يفسدون من داخله بدعوى أنهم مسلمون. فخرج جماعة من الأوباش من الكوفة والبصرة ومصر وجاءوا إلى المدينة يظهرون أنهم يريدون الحج، وكان عثمان قد أمر على الحج في تلك السنة عبد الله بن العباس، فجاء هؤلاء يظهرون أنهم يريدون الحج وهم لا يريدون الحج،
ولكن يريدون البطش بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من فرسان قبائلهم، وكانوا قريبا من 6,000. فدخلوا المدينة ثم فجأة حاصروا بيت عثمان ومنعوه من الخروج إلى الصلاة، إلا أن تعتزل وإما أن نقتلك. ولم يكن أعداد عدد الصحابة يماثلهم، ولذلك لم يقاتلوهم لهذا السبب. والسبب الثاني والأعظم والأهم أن عثمان هو الذي منع من ذلك. بل لما جاءه عبيد الله بن عدي بن الخيار وقال له إن الناس الآن يصلي بهم إمام فتنة، لأنهم منعوا عثمان من الخروج حتى إلى الصلاة، فماذا نفعل؟ قال صلوا خلفهم. يقول عثمان واعلموا أن الصلاة خير أعمالكم، إن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فعليهم. وأمرهم أن لا يفرقوا كلمة المسلمين. فجاءه زيد بن ثابت وقال له يا أمير المؤمنين، هذه الأنصار بالباب 700 سيف يقولون إن شئت صرنا أنصار الله مرتين، يعني كما كنا أنصار الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أنصار الله معك. فقال عثمان لا، بل يغمد كل واحد منكم سيفه، فلأن أموت أنا ولا يموت جماعة من المسلمين. فامتنع من هذا وقال لعبيده وخدمه كل من شم سيفه أي أغمده فهو حر لوجه الله. فجاءه عبد الله بن عمر وأبو هريرة ومروان والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة السجاد، فدخلوا عليه البيت وشهر كل واحد منهم سيفه وقالوا والله لا نخرج من عندك حتى نموت قبلك. فقال بل يغمد كل واحد منكم سيفه لما لي عليكم من طاعة، وأبى عليهم ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وامتنع عن أن يقاتلوا في سبيل الدفاع عنه رضي الله عنه. واستشار عبد الله بن عمر في أمر فقال له يا عبد الله انظر إلى هؤلاء ما يقولون، يقولون اخلع نفسك من هذه الخلافة فماذا ترى؟ فقال ابن عمر إن خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال فماذا يزيدون على قتلك؟ أكثر شيء ممكن يفعلونه قتلك، ماذا يزيدون على هذا؟ هل يزيدون على قتلك شيئا؟ قال لا. قال فلا تفعل، لا تخلع قميصا طمسكه الله تبارك وتعالى، وهي قضية الخلافة، فأخشى أنه كلما كره قوم إمامهم خلعوه أو قتلوه فتكون سنة فلا تفعل. فقال له عثمان ثبتك الله كما ثبتني، وامتنع من ذلك رضي الله عنه وارضاه. وجاءت صفية أم المؤمنين على جمل لها، لأنهم منعوا الماء عن عثمان، فجاءت على جمل لها ومعها الماء تريد أن تدخل على عثمان لتعطيه الماء، فأسقطوها من جملها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، حتى قالت فضحني الكلب، تعني الذي أسقطها رضي الله عنها وارضاها. ثم عادت إلى بيتها وكان صائما في ذلك اليوم، ثم تسوروا عليه البيت وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، حتى قالت عمرة بنت عبد الرحمن بإخبار من أخبرها ممن حضر عثمان يوم قتل رضي الله عنه وأرضاه أنه سقطت نقطة دم لما رأوا المصحف الذي يقرأ، فتحوا المصحف فإذا هو يقرأ وقد سقط الدم عليه، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والله كفاه الله أولئك القوم. حتى قال قائلهم عبد الملك بن عمير والله ما مات منهم رجل سويه،
حتى قال ابن سيرين: كنت أطوف في البيت وكان رجل يطوف بجانبي في البيت فسمعته وهو يقول: رب اغفر لي ولا أظنك تفعل. فقال له ابن سيرين: ما سمعت أحدا يدعو بمثل دعائك، رب اغفر لي وما أظنك تفعل. قال: نعم. قال: لما؟ قال: أو تدري ما صنعت؟ قال: وما صنعت؟ قال: كنت قد عاهدت الله لئن لقيت عثمان لأصفعنه، من كثرة ما أشيع عندهم من أمور مكذوبة على عثمان رضي الله عنه، البعض كره عثمان بهذه الإشاعات التي انتشرت عندهم، فآل على نفسه أنه إن لقي عثمان ليصفعنه، لكن قتل عثمان قبل أن يصفعه. فيقول: فدخلت البيت أظهر أني أريد الصلاة عليه، فلما نظرت فإذا ليس أحد، فكشفت عن وجهي وصفعته وهو ميت. يقول: فيبست يدي. يقول ابن سيرين: فأخرجها لي فكأنها خشبة يابسة. عقاب مباشر من الله تبارك وتعالى. يقول الرجل: رب اغفر لي وما أظنك تفعل، لأنه رأى العقوبة من الله تبارك وتعالى مباشرة له. قتل عثمان رضي الله عنه مجموعة من الأوباش، ولم يشارك في قتله أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال غير ذلك فقوله باطل. وإذا كان علي رضي الله عنه يقول: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. وهكذا كان يقول أصحاب النبي، وهكذا نحن نقول اليوم: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ولم يكن فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعوة بأن عمار بن ياسر أو عبد الله بن مسعود أو محمد بن أبي بكر شاركوا في القتل، كله كذب لم يثبت أبدا، لم يثبت أبدا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا من الصحابة ولا من غيرهم. يقول: إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن. هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد رثي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فرثاه كعب بن مالك فقال: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي، فكيف رأيت الله صب عليهم عداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. ورثاه آخر فقال، وهو حسان بن ثابت: من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأت مأدبة في دار عثمان، ضحوا بأشمطة عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فدا لكم أمي وما ولدت. قد ينفع الصبر والمكروه قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمان. وفعلا بعد مقتل عثمان لم تهنأ الأمة بنوم أبدا، بدأ الشر في هذه الأمة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا وإياكم معه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة شيخنا على هذا الكلام المبارك
الذي جاء به من كلام الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مدح هذا الخليفة الراشد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وفارسنا بعون الله تبارك وتعالى غدا، هو فضيلة الشيخ فهد التويزري وفقه الله ليتحدث عن خليفة الراشد الآخر، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أسئلة صدر أكثرها بمحبتهم لشيخنا الشيخ عثمان وفقه الله. هذه أسئلة، يقول أحدهم: لماذا حفظك الله، لماذا الكلام عن الخلفاء والتشكيك بهم وقد رضيهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. أما الكلام في الخلفاء وغيرهم والتشكيك في الصفوة من هذه الأمة، فهذا لا يكون إلا من اثنين: إما أحد في قلبه غل على هذا الدين وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما رجل جاهل، يعني لبث عليه أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالواجب علينا نحن أن نصحح هذه المفاهيم، وأن نبين الحق، وأن نبين مكانتهم، وأن نفند الكذبة والإشاعات التي يعني تثار حولهم. نعم. يقول حفظكم الله وقد أشكل عليه: هل أبو بكر هو أول من جمع القرآن أم عثمان؟ لا، أبو بكر أول من جمع القرآن، أبو بكر الصديق، ولكن عثمان هو الذي جعله في المصاحف. أبو بكر جمعه كما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه في اللخاف والسعف والجريد، جمعه في بيت، لكن الذي جعله في مصحف ونشره في البلاد هو عثمان بن عفان. وجمع أبي بكر يختلف عن جمع عثمان، جمع أبي بكر جمع فيه الأحرف السبعة على المشهور، وجمع عثمان جمع على حرف واحد وهو الموجود اليوم بقراءاته المتعددة. نعم. ورد أكثر من سؤال مع أن الشيخ جاوب عن ذلك، لكن من باب التنبيه والتأكيد: هل صحيح أن محمد بن أبي بكر كان ممن شارك في قتل عثمان؟ جاءت في محمد بن أبي بكر ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه دخل على عثمان وأمسك بلحيته فقال له عثمان: لو رآك أبوك لما سره ذلك، فتركه وخرج. وجاءت الرواية الثانية أنه كان ممن شارك في قتل عثمان. وجاءت الرواية الثالثة أنه لم يشارك في قتل عثمان. وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء، كلها ضعيفة لا تثبت. والصحيح من هذا قول علي رضي الله عنه، يعني: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ومحمد ربيب علي ابن زوجته، وكان مقربا من علي، ولو كان محمد شارك هل يلعنه علي رضي الله عنه؟ ثم كذا قد ثبت عن الحسن البصري رضي الله عنه وهو قد عاش هذه الفترة خلافة عثمان، أنه سئل: هل كان في من قتل عثمان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كانوا أوباشا من أهل مصر، يعني لم يشارك أحد في قتل عثمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن محمد بن أبي بكر ليس بصحابي، يعني محمد بن أبي بكر توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاثة أشهر فقط، لأنه ولد في حجة الوداع، ولدته أسماء في حجة الوداع، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أكثر أهل العلم لا يعتبرونه صحابيا، يعني توفي الرسول له من العمر ثلاثة أشهر فقط، فلا يعدونه صحابيا. حتى لو فرضنا أنه شارك في قتل عثمان فهو ليس بحجة، لا يعتبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا صحيح أنه لم يشارك في قتل عثمان رضي الله عنه. نعم. يقول: هل من قدم عليا على عثمان يبدأ؟ هذا فيه تفصيل. من قدم عليا على عثمان في الخلافة وقال إن الصحابة ظلموا عليا وكان المفروض أن يكون علي هو الخليفة، هذا مبتدع، نعم ظالم. وأما من قال الخلافة لعثمان ولكن علي أفضل من عثمان فإنه لا يبدع. فأهل السنة في ترتيب الخلفاء الأربعة اتفقوا
على أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان وعلي، وقالوا من فضل على أبي بكر وعمر أحدا سواء عثمان أو علي أو غيرهما فهو مبتدع ومكذب لأصحاب النبي، حيث قال علي رضي الله عنه من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حتى المفتري. وثبت عن علي رضي الله عنه سأله ولده محمد من خير الناس بعد رسول الله، قال أبو بكر، قال ثم أنت، قال ثم عمر، قال ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. فذلك لا يجوز تقديم أحد على أبي بكر وعمر. أما عثمان وعلي فعلى ثلاثة أقوال. القول الأول وعليه جماهير أهل السنة أن عثمان أفضل. القول الثاني وهو يعني ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهما في درجة واحدة، يعني لا يفضلون على عثمان على علي ولا يفضلون عليا على عثمان. والقول الثالث وهو المشهور عن سفيان الثوري أنه كان يقول إن عليا أفضل من عثمان، وإن كانت الخلافة لعثمان صحيح ولكن علي كان أفضل من عثمان، وهذا ينسب إلى سفيان الثوري رحمهم الله تبارك وتعالى. ولكن بعد ذلك يعني اتفقت كلمة الأمة على أن فضلهم عند الله كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكنهم لا يبدعون من قدم عليا على عثمان وإنما يخطئونه، يقول مخطئ الذي يقدم عليا على عثمان، يقول مخطئ لا يقول مبتدع. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول ولعلهما في درجة واحدة في الجنة، والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن خلافة عثمان لم يخالف عليها أحد، فهل كانت خلافة أبي بكر كذلك؟ نعم، خلافة أبي بكر في البداية نعم، لما جلس الأنصار في سقيفة بني ساعدة وقالوا منا أمير ومنكم أمير صارت في خلاف، ثم لما تمت البيعة انتهى الأمر. وكذا خلافة عمر لما رشحه أبو بكر للخلافة قالوا أتجعل علينا فضلا غليظا، قال نعم لو سألني الله تبارك لقلت يعني استخلفت عليهم خيرهم، فكان في معارضة. أما خلافة عثمان فلم يعارض فيها أحد أبدا وتمت باتفاق، وإذا قال الإمام أحمد لم يجمعوا على أحد كما أجمعوا على عثمان رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم، لماذا لم يبايع علي أبا بكر رضي الله عنه في ابتداء الخلاف أو الاستخلاف؟ نعم، ذكر علي ذلك رضي الله عنه، قال كنا نظن أن لنا في الأمر شيء. وهنا يحتمل قوله كنا نظن أن لنا في الأمر شيء يقصد الخلافة أو يقصد الشورى، لم يؤخذ رأينا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فنظرنا في هذين الاحتمالين أي الاحتمالين يريد علي، فظهر الاحتمال الثاني وهو الشورى، بدليل أن علي رضي الله عنه أولا يعني لما سأله ولده من خير الناس بعد رسول الله قال أبو بكر، قال ثم من، قال عمر، وقال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، فما كان يرى هو نفسه أفضل من أبي بكر وعمر، هذا أمر. الأمر الثاني أن علي رضي الله لم يعارض خلافة عمر، فلو كان معارضا لأبي بكر كان من باب أولى أن يعارض خلافة عمر، لم يعارض أبدا في خلافته عمر، فدل على أنه يرى أن عمر أفضل منه أولى منه بالخلافة. وإنما كان الأمر من علي والزبير أيضا أنهما لم يشتركا في الشورى في بداية الأمر، ولكن قد علم أن الشورى لم تكن منعقدة كما يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الأمر مفاجأة من الأنصار، حيث اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيد وقالوا منا أمير ومنهم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ولم يجدوا بدا من هذا الفعل، وهو أن أبو بكر لما قال بايعوا أحد هذين الرجلين يعني أبا عبيدة أو عمر، فقال عمر بل نبايعك أنت، وتمت البيعة، وكما قال عمر فلته يعني لم يكن على تحضير. فكان علي رضي الله حزينا أنه تمت البيعة لأبي بكر دون أن يؤخذ الرأي، لا أنه يرى أنه أفضل أو أنه أولى بهذه الخلافة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أثيرت شبهات على عثمان رضي الله عنه وهي كثيرة، فكيف نرد عليها؟ في وقت دقيقة ما شاء الله، شبهات كثيرة تبي دقيقة؟ ما يصلح بعد الأذان؟ أي معقول. نعم، بالنسبة لهذا السؤال، نعم أثيرت على عثمان شبهات، ويمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام،
القسم الأول محاسن، ولكن كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. هي محاسن لعثمان جعلوها مساوئ، منها جمع القرآن، ذكرناه الآن من أفضل أعمال عثمان ومن أميزها جمعه للقرآن، جعلوها من مساوئه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الأمور التي يعني هي محاسن لعثمان لما تخلف عن بدر، وإنما كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تخلف عن بيعة الرضوان، وإنما أيضا كان بأمر النبي وبايع له النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وبعضها مكذوب على عثمان، مثل قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم وابنه مروان وأعادهما عثمان، وهذا كذب، لم ينفهم النبي ولم يعدهما عثمان. كذا قالوا ضرب ابن مسعود حتى كسر أو فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر حتى كسر أضلاعه، وهذا كذب على عثمان رضي الله عنه، لم يفعل شيئا من ذلك. ومن هذه الشبهات أنهم قالوا إن عثمان رضي الله عنه فر من غزوة أحد، وهذا حق، نعم وقع هذا من عثمان وهذا خطأ، وعثمان ليس بمعصوم رضي الله عنه. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، وانتهى الأمر خلاص. وغزوة أحد أو معركة أحد يعني قد وقع فيها خلط شديد، وذلك أن المسلمين قد انتصروا في البداية حتى ترك الرماة أماكنهم، فالتف خالد وعكرمة خلف الجيش، ثم وقعوا بين فكي الكماشة، فصارت الرماح تأتيهم من خالد وعكرمة ومن معهما، وجيش قريش يعني الذين على الخيل بسيوفهم واجأوهم في وجوههم، فلم يد وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ففر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عثمان رضي الله عنه. ولكن أخبر الله تبارك أن الله قد عفى، ولنفرض أن هذا الأمر قد وقع وأن عثمان رضي الله عنه فعلا يعني أخطأ في هذا الأمر، فنقول خطأ، وعثمان ليس بمعصوم، يخطئ كغيره رضي الله عنه وأرضاه. وقالوا إنه حمل الحمى، والحمى هي محمية، كلكم تعرف المحمية الآن، زين، وضع محمية وهي الحمى لإبل الصدقة، وكانت موجودة في زمن عمر، بل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عهد عثمان كما ذكرنا قبل قليل كثرت الفتوحات وجاء الخير وكثرت الإبل والبقر والغنم التي تأتي من يعني الغزو، فعثمان وسع في الحمى، فأذوه في ذلك، يعني قالوا: كيف توسع الحمى؟ قال: كثرت أموال المسلمين فوسعت الحمى. وقالوا: جمع أو أتم في السفر، وهذه مسألة اجتهادية، وجماهير أهل العلم على أن القصر في السفر مجرد سنة، والإنسان لو أتم في السفر فلا شيء عليه، مسألة اجتهادية. وقالوا: نفى أبا ذر إلى الربذة أو الربذة، وهذا كذب، لم ينفه، وإنما خرج أبو ذر باختياره إلى الربذة، والحديث في البخاري أن أبا ذر هو الذي طلب الذهاب إلى الربذة ولم ينفه عثمان رضي الله عنه. قالوا: ولا أقاربه وكانوا يعطيهم من أموال المسلمين، وهذا كذب على عثمان، لم يعطي من أموال المسلمين. أما توليته لأقاربه فولى خمسة من أقاربه، معاوية وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر بن كريز والوليد بن عقبة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فكان ماذا؟ هل كانوا أهلا لذلك أو لم يكونوا أهلا لذلك؟ هذا القصد. إذا كان مجرد توليته لأقاربه يكون عيبا، النبي ولا أقاربه صلى الله عليه وسلم، النبي ولا خمسة من بني أمية، وبنو أمية أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، بنو أمية من عبد شمس والنبي من هاشم، وقلنا هاشم وشمس أخوان شقيقان توأمان، فلنعتب على النبي أنه ولا أقاربه. علي ولا ستة من أقاربه رضي الله عنه، بل أقرب أقاربه، ولا أبناء عمومته عبد الله بن العباس وعبيد الله بن العباس وقاسم بن العباس وتمام بن العباس وكثير بن العباس، وولى ربيبه محمد بن أبي بكر الصديق، وولى ابن أخته عبد الرحمن بن هبيرة. إذا كانت القضية مجرد أنه ولى أقاربه، علي ولى أقاربه أكثر مما ولى عثمان أقاربه،
هي القضية، هل أقارب هؤلاء كانوا صالحين أو غير صالحين، هل كانوا أهلا لهذه الولاية أو لم يكونوا أهلا لهذه الولاية. وما مات عثمان إلا وقد عزل اثنين منهم، يعني أبقى ثلاثة فقط. فهذه القضية قضية يعني اجتهادية في اختيار الولاة. وبنو أمية كما قال ابن تيمية كانت فيهم سؤدد، ولذلك النبي ولى منهم خمسة وعثمان ولى منهم خمسة، يعني ليس بكثير. على كل حال يعني المآخذ التي أخذت على عثمان رضي الله منها حق كفراره من أحد، ومنها ما هو من محاسنه كما قلنا كإحراقه المصاحف وجمعه القرآن، ومنها ما هو مكذوب عليه لم يفعله رضي الله عنه كنفيه لأبي ذر أو ضربه لعمار أو عبد الله بن مسعود، ومنها ما هي مسائل اجتهادية كجمعه أو كإتمامه في الصلاة، هذه مسائل اجتهادية فقهية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها والتي تكشف الحقائق الناصعة عن الصحابة والتي تجلي عنهم كل شبهة؟ والله يعني تجلي عنهم كل شبهة، وكذلك تحتاج الكتب التي اهتمت بهذه الشبه ونقضها، يعني بالنسبة خاصة للشبه التي وقعت على عثمان رضي الله عنه، العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي القاضي رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى اليحيى حفظ الله تعالى، وكذلك الخلافة الراشدة من فتح الباري أيضا للدكتور يحيى اليحيى، وعصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، وسير هؤلاء جميعا، سير الخلفاء الراشدين لعلي بن محمد الصلابي أو محمد بن علي الصلابي الدكتور حفظ الله تعالى، طيبة جدا في هذا الموضوع أيضا، يعني وإن كان لم يفصل كثيرا لكنه جيد جدا في بابه، هو كتاب الخلفاء الراشدون للدكتور سليمان معرفي، يعني هذه جيدة يعني إن شاء الله تعالى. نعم. وحقبة من التاريخ إن شاء الله جيد في هذا الموضوع. هذا السؤال يعني يسمح لنا الشيخ بكثرة الأسئلة، إن الزيارة مرة واحدة في السنة تجعل كثرة الأسئلة. يقول: ما حكم سب الصحابة والخلفاء بالتحديد؟ سب الصحابة مجملا هذا كفر، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنن عندنا حق، وإنما جاءنا بالقرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فسب مجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم والتشكيك في نزاهتهم ودينهم هذا كفر. أما سب أفراد من الصحابة بأعيانهم، فلان جبان أو فلان زاني أو فلان سارق أو فلان كذاب أو كذا، هذا فسق يؤدب، الذي يقول هذا كما قال الإمام مالك يؤدب، يجلد تعزيرا، يؤدبه القاضي بما يراه مناسبا، إلا إذا كان هذا السب خاصة يعني في الزنا لأمهات المؤمنين فهذا كفر، لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى في قوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. فهذا كفر، الطعن في عرض زوجات النبي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. نعم. يقول السائل: أنا كنت شيعيا وأصبحت بحمد الله سنيا، ولكن أهلي لا زالوا متشددين، فكيف أجعلهم من أهل السنة؟ إذا استطاع الرسول ما استطاع أن يجعل عمه أبا طالب مسلما، فالأمر بيد الله، عليك بالدعاء يعني لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم، واختر الأماكن والأوقات المناسبة والأدعية المناسبة أيضا، فادعوا الله لهم بالهداية، هذا أمر. الأمر الثاني: أولا تزود بالعلم الآن، احرص على ابدأ بنفسك الآن، الآن ابدأ بنفسك من حيث تعلم العلم الشرعي الصحيح، كيف تعبد الله، كيف توحد الله جل وعلا، واحرص على الجماعة الطيبة والأصحاب الصالحين، وتعلم شبهاتهم والرد عليها، فإذا قويت عزومك وعرفت أمرك جيدا بعد ذلك تبدأ بالدعوة، وتبدأ بالدعوة واحدا واحدا، تدعوهم لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم، وتأخذ من تراه قريبا منهم، وهكذا. فالقصد الآن أجل قضية دعوتهم، وادعو نفسك الآن، ابدأ بنفسك الآن، قوها في إيمانها في علمها في يقينها في توحيدها، وهكذا بعد ذلك
واستمر في قضية الدعاء لهم بالهداية وهذا وهكذا. بعد ذلك عندما تتقوى وتثبت أمورك تبدأ بقضية دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية والتوفيق والسداد. يقول: والدي قد مات وهو يدعو الأموات من دون الله ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يذبح لغير الله، فهل يجوز له أن أستغفر له؟ هذه القضايا يعني تقريبا ثلاثتها شركية، وهي قضية الدعاء الأولى إيش؟ يدعو الأموات من دون الله. إيه نعم، يعني دعاء الأموات هذا الشرك، كفر في حد ذاته، وكذلك الذبح لغير الله تبارك وتعالى هذا من الشرك، وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فالأصل في هذه الأفعال أنها شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، ولكن يبقى قضية اللي هي إنزال الحكم على المعين، على الشخص نفسه. هل يقال إن هذا الأب مشرك؟ يعني مثلا هو كما وقع للرجل الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فخذوني واحرقوني ثم ذروا نصفي في الماء ونصفي في الهواء، والله لن قدر الله علي لا يعذبني عذاب ما عذبه أحدا من العالم، ثم غفر الله له لما عرف الله في قلبه من الإيمان، وما عرف من أن قوله هذا جاء عن طريق الجهل، ما قاله عن طريق القصد أنه أن الله لا يقدر سبحانه، لكن جهل هذا الآن فعذره الله لجهله. قد يكون هذا الأب يعني معذورا بجهله، أنه يظن أن هذا الذي عليه هو الحق، ولكن نحن الآن نعامل الناس بما يظهرون، الذي يظهر لنا أن هذا شرك وهذا كفر، فلا تستغفر له، دعه خلاص، اترك أمره إلى الله تبارك وتعالى. والأصل أنه مات على الشرك إذا كان على ما ذكرت في سؤالك، لكن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: إن أكثر أهل السنة يقولون إن يزيد بن معاوية ضال ويكرهونه، وهل هذا الكلام صحيح؟ يزيد بن معاوية ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، وكان يغزو في سبيل الله، وفتحت فتوحات في زمنه، وكان يحكم شرع الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعنده أخطاء، وأخطاؤه جسيمة، وأعظم ثلاثة أخطاء كما ذكر أهل العلم، قال الذهبي: افتتح خلافته بمقتل الحسين، وختمها بحصار عبد الله بن الزبير في الكعبة. خلافة يزيد استمرت 4 سنوات فقط، في هذه السنوات الأربع كان مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك وقعت الحرة التي استباح فيها المدينة قتلا، ثم بعد ذلك كان حصار عبد الله بن الزبير في مكة، ورميت الكعبة بالمنجنيق. يعني هذه 3 أحداث وقعت في زمن يزيد، ولذلك أهل العلم كانوا يكرهون يزيد لهذه الأمور، لكن لا يقولون إنه كافر، يقول هو من فساق المسلمين أو من الملوك الظالمين من هذا الباب، لكن لا يكفرونه، لكن لا شك أنه ليس من صالح الخلفاء قطعا. نعم. يقول الشيخ: أنا عندما أسمع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحابه تذرف دموعي، فهل يعتبر هذا حبا صادقا لهم؟ أرشدني وفقكم. والله هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر الإنسان إذا يعني قامت معه هذه المشاعر الطيبة المباركة عندما يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة أصحابه، فما ذرفت هذه الدموع إلا لمحبته لهم وحبه أن يكون معهم وغير ذلك من الأمور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبك على هذه الدموع، أن تكون يعني في ميزان حسناتك. نعم. الروافض كلاب أهل النار، فهل هذا حديث أم رواية أم ماذا؟ الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كل حديث فيه لفظ الرافضة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الروافض بهذه الاسم الرافضة أو الروافض، أنه ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأي حديث تقرأه فيه اسم الرافضة هكذا، اسم الرافضة قال الرافضة كذا أو الرافضة كذا، فغير صحيح، هذا الذي أعلمه. والمشهور أن أول من أطلق عليه اسم الرافضة هو زيد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لما طلب منهم أن يعني يخرجوا معه لما خرج على خليفة زمانه، قالوا له: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: جداي وصاحبي جدي. قال: ألا تسبهما؟ قال: لا. قالوا: إذن نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة.
فالمشهور أن أول من أطلق عليهم اسم الرافضة هو زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. يعني فإذا جاءك حديث فيه اسم الرافضة فأضرب به عرض الحائط. نعم. يقول أحسن الله إليكم: تنوعت الخلافة يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد، فوصية ثم انتخاب ثم اختيار ثم تنازل ثم ملك عضوض، فهل هذه كلها خلافة صحيحة يقرها الإسلام؟ الله تبارك وتعالى قال: وأمرهم شورى بينهم. هذا الأصل في الخلافة أن تكون شورى، أن يجتمع أهل الحل والعقد وأن يختار رجلا صالحا تنطبق عليه الشروط فيحكم المسلمين، هذا هو الأصل في الخلافة. لكن قد تتم بغير ذلك، قد تتم بالنص أو قد تتم بالغلبة. فالأصل عند أهل العلم أنها بالشورى، هذا هو المطلوب. لكن لو لم تتم بالشورى، يعني أنت لا تكيف الواقع، يعني أحيانا قد تخير، يقال لك ماذا تريد؟ عندنا شورى وعندنا غلبة وعندنا نص، ماذا تفضل؟ تبي مطاحن؟ كل واحد يجيب سيفه والقوي هو اللي يحكم، موافق؟ طيب شنو الخيار الثاني؟ قال: خيار ثاني يجتمع أهل الحل والعقد، أهل الفضل، أهل العقل، يجتمعون يختار واحد. قلنا: ايش الخيار الثالث؟ قال: الخيار الثالث ان اللي يموت يعطيها ولده او يعطيها واحد ثاني ولده كان او غير ولده. ايها تبي؟ نريد الوسطى اللي هي اهل الحل والعقد، الشورى، هذا هو الاصل. هذا اذا كان لنا اختيار. اذا قال: لا، مالك اختيار، الموجود. شنو الموجود؟ قال: موجود الان الحاكم اعطاها ولده، شنو نسوي؟ نذبحه؟ نقوم عليه؟ ولا تصح الخلافه بالنص، سواء النص على ولده او على غيره ولده، النص تصح الخلافة بالنص، وكذلك تصح بالسيف بالغلبة. يعني الدولة العباسية خرج على الدولة الأموية، هذا خروج بالسيف، وغلبوهم أخذوا الخلافة منهم. ماذا فعل أهل العلم؟ هل قاموا على الدولة العباسية؟ لم يقوموا على الدولة العباسية، لكن لا لم يعني يؤخذ رأيهم، صار انقلاب ما أخذ رأيهم، لكن لما حكم العباسيون قالوا خلاص حكموا، ما رد مرة ثانية نقوم عليهم بالسيف. دماء تذهب، دماء المسلمين ليست بهذا الرخص. وذاك عبد الله بن عمر لما عرض عليه الخلافة قيل له لما يعني توفي معاوية عرض الأمر على يزيد، يعني يكون هو الخليفة بعده، ثم مات يزيد، فكان عبد الله بن الزبير في الحجاز ومروان في الشام، قيل لعبد العمر: لو قمت لاتبعك الناس كلهم. قال: لا، حتى لا تهراق في سببي محجرة دم أبد، ما يقتل واحد بسببي. لكن إذا وقع هذا وأخذوا الخلافة الحكم بالسيف، لا يجوز لنا أن نقوم عليهم بالسيف، ما تنتهي هذه. فإذا ثلاثة أنواع: بالسيف اللي هو بالقوة، أو بالنص مثل حكم الكويت الآن، بالنص، بالشورى، بالوراثة مثلا، كثير من الدول الآن خاصة الخليج كمثال، طيب، أو بالشورى، كلها خلافات صحيحة. لكن إذا جاء الاختيار لنا ماذا تريدون؟ الشورى، الأصل الشورى. نعم. يقول: هل عبد الله بن سبع من ضمن الذين قتلوا عثمان؟ عبد الله بن سبع من ضمن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، أكثر من ألب على عثمان رضي الله عنه، لكن قاتل عثمان على الحقيقة، يعني الشخص الذي باشر قتل عثمان، غير معروف. ولذلك يعني لما يعتب البعض على علي رضي الله عنه يقول: لم يقتل قتلة عثمان، لم يكن قاتل عثمان معروفا، ما أحد يعرف من قتل عثمان، من هو قاتل عثمان إلى اليوم. قيل حمران، وقيل واحد يقال له الموت الأسود، وقيل مالك بن الأشتر النخعي، وقيل غير ذلك، لكن لا يثبت شيء من ذلك أبدا أن شخصا معين هو الذي قتل عثمان رضي الله عنه. لكن لا شك أن عبد الله بن سبأ هو كان من المؤلبين على عثمان رضي الله عنه. نعم. آخر سؤال هذا وردنا من النساء، وهو فقهي، عن كيفية الصلاة على الكرسي، هل تجوز يعني قائما أو جالسا؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو الأصل، أن القضية مرتبطة بالاستطاعة، والأركان والشروط تسقط عند العجز عنها، أركان الصلاة وشروطها تسقط عند العجز، يعني عجز عن الوضوء ينتقل إلى
التيمم، عجز عن القيام ينتقل إلى الجلوس وهكذا. فكل ركن يسقط إذا عجز الإنسان عنه، ولا يسقط غيره من الأركان، وإنما يسقط الركن الذي عجزت عنه فقط. فلو كان إنسان يعجز عن السجود لكن يستطيع أن يقف، نقول صلي قائما، فإذا جاء وقت السجود اجلس. قال لا أنا أتعب في الركوع، خلاص صلي قائما، إذا جاء وقت الركوع اجلس، وهكذا. فالقصد أن الجلوس والقيام وكذا هذا كله إذا عجز، في العجز تسقط الأركان، أما في غير العجز لا تسقط هذه الأركان. فالصلاة على الكرسي مثلا إذا كان الإنسان يعجز عن القيام نقول صلي أنت قاعد، لكن الركوع يقول أستطيع أن أركع، إذا جاء وقت الركوع قم أركع، السجود ما عندي فيه مشكلة، اسجد عادي طبيعي، فقط إذا جاء وقت القيام اجلس على الكرسي وهكذا. أما إذا قال لا أنا أعجز عن كل شيء، عن القيام وعن الركوع وعن السجود مثلا، نقول خلاص صلي على الكرسي وأوم إيماء، الركوع تومي هكذا والسجود تومي أكثر، وفي ما في داعي أن يضع شيئا حتى يصيب جبهته، لأن المقصود السجود على الأرض وليس السجود على شيء من الكرسي أو غيره. على كل حال الركن الذي يسقط هو الركن الذي يعجز عنه، ولا تسقط باقي الأركان. نعم. هذا مستدرك يا شيخ. تم. له عم يسب أبا هريرة رضي الله عنه وهو معنا في البيت، فماذا أفعل معه؟ يناصحه، يذكره بالله، ويبين له خطأ فعله، ويبين من هو أبو هريرة ولماذا يسب أبو هريرة رضي الله عنه، وإن سب أبو هريرة ليس المقصود أبو هريرة، وإن المقصود دين الإسلام، أبو هريرة راوية الإسلام، فسب أبي هريرة المقصود منه الطعن في هذا الدين الذي نقله أبو هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال أهل العلم نقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، هؤلاء السبعة نقلوا أكثر من 65% من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، ثم أنس وعبد الله بن عمر وعائشة مرتبة الثانية، ثم جابر وأبو سعيد وعبد الله بن عباس، وهؤلاء في المرتبة الثالثة. هؤلاء السبعة رووا 65% أو 67% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الصحابة رووا الباقي، وأبو هريرة أكثرهم حديثا. فالسب لأبي هريرة هو سب للدين، لأنه إذا طعن بأبي هريرة طعن في الدين. فهذا يعني يبين له حقيقة هذا الأمر، ولماذا يسب أبو هريرة، يبين له مكانة أبي هريرة وغير ذلك من الأمور. فإن أبى لا يجلس معه إذا سب أبا هريرة، ومتى ما تيسر له أن يسكن في بيت آخر خرج، ولا يبقى في هذا البيت الذي يسب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أما إذا كان ليس له بيت آخر إلا هذا البيت فيستمر بالنصح، وإذا سب أبو هريرة يخرج إلى مكان آخر في البيت أو خارج البيت حتى ينتهوا عن هذا الأمر، وأسأل الله لهم الهداية. الله المستعان. نسأل الجمهور، خاف يبون يصلون بس تأخروا. يلا ماشي. يقول السؤال: لما سمي عثمان بن عفان بذي النورين؟ يعني ما لا ما خلص السؤال بعد. ما هما النوران؟ وكم عمر كل واحدة لما تزوجها بالسنة والشهر واليوم؟ زين، وش كثر كان طول شعرها؟ يلا من يجيب؟ لا السؤال الأول، لماذا سمي بذي النورين؟ اختر أنت. لا توهقني، تفضل. ازواج بنات الرسول كلثوم وغير. اي قبل وغير كلش ما غششوك. تفضل. موفق ان شاء الله، الله يكرمك. السؤال الثاني: متى كانت بيعة الرضوان؟ يلا أول واحد. أي سنة؟ أي حادثة؟ أي عمرة؟ اعتمر أربع مرات. هي الأولى صح، بس شو اسمها عمرة؟ أنا سمعت.
صح حياك الله. الله يكرمك، الله ينفع بك. طيب، كم مدة خلافة عثمان بن عفان؟ يلا اختر واحد. يلا انت 12 سنة. احسنت. زين، كم عمر عثمان لما مات؟ ها، تعال تعال قول الأخير. اثنتان وثمانون سنة عمره عثمان لما توفي رضي الله عنه، لما قتل كان عمره 82. شوف قتلوا الشايب 82 سنة يوم قتلوه، دخلوا عليه البيت وقتلوه بالسيف. إيه نعم. كم عمره شيء؟ 82 سنة. استاهل الجائزة. هذا جائزة للشيخ، جزاك الله خير. الله يكرمك. شكر الله لكم، وغدا إن شاء الله بعون الله تبارك وتعالى مع الشيخ خالد.